بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا أصحاب الفضيلة نرحب بشيخنا صاحب المعالي شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شيخنا رعاه الله أكرمنا بمشاركته في دورة المحرر التي استمر فيها مجلسه ليلتين، وغدا ستكون الثالثة بعون الله. وكم نحن مغتبطون بلقاء معاليه وتفضله بالموافقة على هذا اللقاء رغم امتلاء جدوله وضغط المواعيد وانتظاره الليلة على موعد ما زال يتربص به حفظه الله. اللقاء سيكون محدودا لارتباط معاليه بموعد لاحق هذه الليلة حتى يكون مجلسنا أكثر توظيفا للوقت. استأذن معاليه في كلمة يفتتح بها المجلس، ثم سيكون بقية الدقائق الباقيات إجابة من معاليه على ما يبديه أصحاب الفضيلة المشاركين مما يدور بينهم كثيرا في أحاديثهم تجاه ما هم بصدده من الاشتغال بإجابة السائلين في رحاب بيت الله الحرام. وفرصة وجود معاليه بيننا أن نقدم ما يعرض لنا من إشكالات وما نسترشد بها من توجيهات. المجلس الليلة ثمين نظفر بجلسة مع معاليه، شكر الله له وكتب أجره وجزاه خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لست بحاجة إلى أن أبين فضل العلم وما جاء فيه من النصوص وفضل العلماء وما أعد الله لهم من الكرامة في الدنيا والآخرة، كل هذا معلوم ومعروف ومستفيض لا يحتاج إلى تنبيه. الله جل وعلا جعل الناس وكل ميسر لما خلق له على طبقات، فمنهم العالم ومنهم طالب العلم المتعلم ومنهم العامي. العامي فرضه سؤال أهل العلم وتقليدهم فيما يفتونه به، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم فرضه سؤال أهل العلم، والعالم عليه أن يجيب بما يعلم، عليه أن يجيب بما يعلم إذا تعين عليه الجواب. وما نقل عن الأئمة وسلف الأمة أنهم يتدافعون الإجابة حتى يرد السائل من العراق إلى المدينة فيدفع إلى أن يدور جميع علماء المدينة، كل يتقي ويدفع ذلك عن نفسه لئلا يزل. وزلة العالم ليست بالأمر السهل، والإمام مالك رحمه الله رفض الإمامة في المسجد النبوي لأنه يخشى أن يخطئ، ومن يعرى من الخطأ فيقال هذه قراءة الإمام مالك ويتداولها الناس. فالذي يتصدى لنفع الناس أجره عند الله عظيم، وخير الناس أنفعهم للناس، لكن يبقى أن الاحتياط والتحري والحرص على نجاة النفس أولى من الحرص على نجاة الغير. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في فتاوينا. أولا، لا نرد سائلا عنده سؤال نعرف الجواب عنه. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن كثير منهم يستدل به واحتج به على وجوب الفتوى لا سيما إذا تعينت، ولم يوجد من يفتي هذا المحتاج سواه.
فعلينا أن نبذل ونزيد في البذل ونستمر في الطلب، لأن الطلب لا نهاية له. وكل عالم غرثان إلى علم، يعني جائع، كلما ازداد علم الإنسان وكثر اطلاعه وتحريره للمسائل وبحثها ازداد معرفة بنفسه، وتواضع لربه، وتواضع لإخوانه، ولان بأيديهم، وحسنت أخلاقه. فالعلم شأنه عظيم. نرى بعض الطلاب يحضرون الدروس في أول في الجامعة أو بعد التخرج بقليل، ومجرد ما يعين الطالب المتخرج معيدا في الجامعة أو ملازما في القضاء تجد عنده شيء من النشوة، لكنه لا يلبث إلا مدة يسيرة حتى يعرف مقام منافسه، لأنه تزود من العلم. ولذا نجد من أكثر الناس تواضعا الأساتذة الكبار وقضاة الاستئناف والمحكمة العليا، يجئون يدرسون ويحضرون الدروس ويستفيدون من زملائهم الصغار، لأنهم عرفوا قدر العلم وقدر أنفسهم. فالإنسان أول ما يبدأ في طلب العلم قد يكون لديه شيء من النظر إلى النفس والعجب، والعجب شأنه عظيم وأمره خطير. العجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. فلا يظن بهذه الوجوه الكريمة الطيبة أن يتصف بهذا الوصف، لكن التذكير لا بد منه. مر بنا ومر بغيرنا في بداية الطلب شيء، حررنا مسألة ولا أجبنا على سؤال سأله الشيخ، صار الواحد عند نفسه شيء من التحرك والنظر إليها بشيء من الإعجاب. لكن كل ما ازداد المرء علما ازداد تواضعا، فعلينا أن نتابع العلم والتعليم في آن واحد، نزداد من العلم. ولم يأمر الله جل وعلا نبيه بالازدياد والزيادة من الشيء إلا في العلم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فعلينا أن نتابع التحصيل، ولا عيب ولا ضير أن نتعاون مع بعضنا ونجلس مجموعات كل حول، إذا كان جار طالب علم أو عالم أو شيء، تتدارسون المسائل فيما بينكم. وهذا المذاكرة بين طلاب العلم مثرية ومفيدة جدا. فكم من إنسان وقر في قلبه حكم مسألة من المسائل، وبعد سنين طويلة يتذاكر فيها مع شيخه أو قرينه، فيتبين له أن الصواب غير ما وقر في قلبه من سنين، وقد كان يعمل بها ويفتي بها، ثم بعد ذلك تبين له خلاف ذلك. المقصود أن علينا ألا ننقطع بل نستمر في الطلب، وعلينا أن نبذل العلم، فزكاته بذله. والعلم كلما زاد بذله زاد ثباته في النفس، زاد ثباته في النفس. وأنا مثل ما أشار الشيخ، أنا جاي من درس، فإذا كان فيه يعني سؤال أو إشكال فأنا معكم ومنكم، وهذه مسألة مدارسة، ما هي مسألة تعليم ولا فتوى ولا شيء، مسألة مدارسة في بعض المسائل. وعند بعضكم لا سيما بعض الإخوان الذين أخذوا العلم بجد وبقوة وحزم، من المتأخرين ما ليس عند المتقدمين. وقد أدركنا العلماء طبقات، شيوخنا سمعنا عنهم علمهم يعني، ورأينا مكتباتهم محدودة، تعالوا بينا وثلاثة 200 مجلد أو 300، قرأوها مرارا وترددوا عليها وحفظوا ما فيها وأتقنوها، لكن سعة الاطلاع عندهم أقل. ثم جاءت الطبقة لتعليم، توسعوا، فتح التعليم النظامي والكليات الشرعية، واطلعوا على المذاهب، صاروا أوسع من جهة. ثم جاء من بعدهم وجاءت هذه الآلات التي يسرت حصول العلم، بضغطة زر تحصل على ما تريد،
لكن ما الذي يزيد به المتقدم على المتأخر؟ مسألة الإخلاص الطبقة اللي أدركنا أو سمعنا عنها ما عندهم مضايف، كانوا يطلبون العلم لله ما ينظرون إلى وظيفة، ثم جاء من بعدهم وشاركوهم في هذا الأمر وتوسعوا في العلم وانتشرت الكتب بالطباعة واقتنوا من الكتب أكثر ممن كان قبلهم. لكن الآن تجد بعض طلاب العلم عنده من الكتب أضعاف أضعاف ما كان عند شيوخه، ولكن ليست العبرة بكثرة الكتب. وابن خلدون يقول كثرة التصانيف من عوائق التحصيل، من عوائق التحصيل. الآن بالإمكان أن تقتني 100 تفسير، لكن ثم ماذا؟ لن تقرأ الكتب كاملة، يعني قد تعتمد على 2 أو 3 من التفاسير مختلفة الاتجاهات وتستفيد منها وتقرأها وتنتهي، لكن البقية تراجع عند الحاجة، تراجع عند الحاجة. هذه الكتب قد تكون عائقة عن التحصيل، لذلك وفرة المعلومات عند طالب العلم قد تتعبه كثيرا، لا يصل إلى المعلومة بسهولة، أو يصل إليها ثم يقرأ ما يضادها ثم يقرأ ما يدعمها فتتشتت، بينما لو كان عنده من الكتب بانتقاء ربع ما عنده الآن أمكنه أن يستفيد من هذه الكتب. وأنا أقول هذا من معاناة، الكتب أحيانا تبحث عنها في مكتبتك ولا تجدها من كثرة الكتب، وتذهب لتشتري أو تستعير لحاجتك إلى كتاب وهو عندك. أحيانا بعض الكتب عندي 10 نسخ، لكن ثم ماذا؟ تسببت هذه الكثرة في أن توزع الكتب في أماكن متعددة، فتطلب هذا الكتاب ويقال في المكان الفلاني تطلب هذا. أقول مثل هذا لأن كثرة التصانيف مثل ما قال ابن خلدون مشغلة عن التحصيل أو عائق من عوائق التحصيل. وأيضا بعض الناس أرجو أن لا نكون منهم، لكثرة الكتب عندهم صار يتكاثر بها. وأشار الخطيب البغدادي رحمه الله في اقتضاء العلم العمل يقول: وهل كثرة الكتب أو وهل كثرة جمع الكتب وهل كانز الكتب إلا ككانز الفضة والذهب؟ واستدل بقوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، وجعل من ذلك التكاثر بالكتب. فالإنسان يقتني من الكتب ما يحتاج إليه. نعم كل كتاب فيه فائدة زائدة، لكن الإحاطة بالجميع مستحيلة، والاطلاع على الجميع متعذر. ولا أقول يستغنى بهذه الآلات لأنها أيسر في حصول الفائدة من الكتب، أنا أقول الكتاب لا يمكن أن يستغنى عنه بحال، لا يمكن أن يستغنى عنه بحال. فطالب العلم إذا أراد بحث مسألة بإمكانه أن يضغط زر ويطلع له كل ما قيل فيها، ثم في النتيجة إذا أغلق الزر عاد عاميا، لأنه لن يحفظ هذه المعلومات كلها بلحظة. بينما إذا فتش في الكتب ومعاناة وتعب، والعلم كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع براحة الجسم، يحتاج إلى تعب ومعاناة، يمر بمسائل كثيرة قبل أن يصل إلى المسألة التي يبحث عنها. وقد يكون بعض هذه المسائل التي مر بها من غير قصد أكثر أهمية وأكثر فائدة من المسألة التي يبحث عنها، لأن نسمع من بعض المشايخ من يقول ما الحاجة، لا نحتاج إلى كتب، عندنا الآلات أضغط زر وطلع لك، إن بغيت راوي طلع لك 20 قول 30 قول في هذا الراوي ثم بلحظة، وإن بغيت تخريج حديث أخرج لك الطرق كلها وهكذا. لكن ما الفائدة؟ يعني أنت تفرق
إذا كنت تمشي على رجليك في شارع من الشوارع وفي محلات متنوعة من كل شيء، مطاعم ومكتبات، وانت تمشي على رجليك، إذا انتهيت من هذا الشارع تحفظ يمكن نصف المحلات، لكن إذا كنت تمشي في سيارة كم تحفظ؟ ما تحفظ شيء. فأنت إذا اعتمدت على الآلة وطفى الكهرب، طفى الكهرب وأغلقت الجواب، تبي تستحضر شيء ما تلقى شيء، لأن هذا العلم أخذ بسهولة فيفقد بسرعة. أما ما يتعب عليه ويتعانى فيه الإنسان ويراجع عليه الكتب مثل هذا يثبت. ولا ننسى كتابة العلم، يعني القراءة مهمة وترديدها مرارا حسب قوة الحافظ وضعفها يثبت العلم، لكن الكتابة، كتابة الكتاب مرة واحدة من خلال التجربة عن قراءته 10 مرات. ولذا يوصى ضعيف الحافظة، يوصى بأن يكتب ما يريد حفظه. إذا كان ضعيف الحافظة تحفظ 5 آيات رددتها 10 مرات ما حفظت، اكتبهن، شو المانع؟ ثم بعد ذلك يشترك في ذلك التعب باليد والنظر، وإذا رددته خلاص ينتهي الإشكال. والكلام في هذا الموضوع يطول، ولنا فيه لقاءات وأشرطة كثيرة، فالوقت لا يتسع لبسط مثل هذا الكلام. وإن كان مثل ما قيل، فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستمضع تمرا إلى أرض خيبر. أن طلاب علم ما تحتاجون إلى هذا الكلام، إنما هو مجرد نفثة مصدور أعاني منها من قبل بعض من ينتسب إلى العلم ويقول خلاص انتهى دور الكتاب وأنا بعت مكتبتي، واللي يقول شحنتها للسودان، واللي يقول شحنتها لليمن، هل جوال فيه كل شيء وش نحتاج كتب ولا؟ يا أخي الجوال تقدر تعلق عليه فائدة في هذا الكتاب، وجدت في كتاب آخر فائدة أوضح منها أو لها صلة بهذه الفائدة وعلقتها عليها أو أشرت إلى موضعها. قرأت هذا الكتاب ووضعت عناوين لمسائله، وفي طرة الكتاب ذكرت فوائد، استخلصت فوائد الكتاب، واستعملت الألوان في أنواع ما يقرأ. هذا المقطع مهم جدا يحتاج إلى حفظ، اكتب عليه بالقلم الأحمر، مهم ويحتاج إلى حفظ. ثم هذا المقطع يحتاج إلى نقل في مذكرة، تسميها فوائد ولا تسميها ما شيء مذكرات أو شيء من هذا. وهذا المقطع يحتاج إلى أن يعلق إلى الموضع الفلاني من الكتاب الفلاني، وهذا المقطع، ثم إذا انتهيت من الكتاب تعود إليه. فما يحتاج إلى حفظ تردده حتى تحفظه، وما يحتاج إلى نقل تنقله. بعضنا يقرأ وسائب ما أدري شو يقرأ. هذه المسألة تحتاج إلى تنظيم وترتيب، وهذا يقال لطلاب العلم المبتدئين، أما مثلكم ما يحتاجون إلى مثل هذا. لكن تنبيه طيب، ذكرى تنفع المؤمنين. أحسن الله ليكم شيخنا ورفع قدركم وجزاكم عنا خيرا. معالم مضيئة في طريق الطلب، كلنا بحاجة إليها، شكر الله لكم. شيخنا الله يحفظكم، الإخوة كما أسلفت ممن يعني يسر الله لهم المشاركة في إدارة التوجيه والإرشاد، وهم تمر بهم مسائل كثيرة ويتداولون حولها ويستفيدون ويتذاكرون. لعلنا نسمع شيئا إن أذنتم. أنا أتقدم بين يدي هذه المجموعة بمسألة يكثر التداول حولها والنقاش، وهي ما يتعلق شيخنا حفظكم الله باختلاف المذاهب تجاه المسألة المسؤول عنها الواحدة، ويختلف معها موقف طلبة العلم في ترجيح بعض الأقوال. ووجه الإشكال هنا أن المكان وهو المسجد الحرام بالنسبة للعامي السائل المستفتي هو بمثابة المفتي الواحد، فإذا تردد فسمع أكثر من جواب من أكثر من شخص أشكل عليه ذلك. ومن أقرب المسألة سائل وأكثرها انتشارا مسألة تكرار العمرة وإحرام المكي بالعمرة وتجاوز الميقات بلا إحرام، وأمثال هذا كثير. قد يطول الموضوع، لكن حقيقة الكل هنا حريص أن يسمع من معاليكم توجيها علميا يستضيء به أصحاب الفضيلة المشاركون. الخلاف بين أهل العلم موجود من عصر الصحابة، موجود من عصر الصحابة،
ومرد ذلك كما بين ذلك شيخ الإسلام في كتابه المختصر النافع الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يختلف ابن عباس مع ابن عمر، ويختلف عثمان مع عمر، وهكذا اختلفوا. وكتب الخلاف تنقل أقوال الصحابة في المسألة الواحدة ومن بعدهم كذلك. على كل حال الخلاف موجود ولن يرتفع أما قيل. نعم كان الناس على مذهب واحد في غالب الأقطار الإسلامية، تكون على مذهب واحد والخلاف بينهم قليل لأن العامة لا يحتملون الخلاف. ثم لما بدأ انتشر العلم وصار الناس يطلعون على الأقوال ويسمعون القول وما يضاده، حصل عند العامة شيء من الاضطراب، ونسبوا ذلك إلى اختلاف الدين، وهم لا يعرفون أن العلماء يختلفون لأسباب كثيرة، منها أن هذا العالم بلغه هذا الحديث وذاك العالم ما بلغه ذلك الحديث، هذا بلغه فقال بمقتضاه وذاك لم يبلغه فمشى على الأصل، وهكذا. وقد يكون الحديث يبلغ الجميع لكن يختلفون في ثبوته، يرى هذا أنه صحيح ثابت، واجتهاد العالم الآخر يرى أنه غير صحيح، وهكذا. المقصود أن الاختلاف موجود ولن يرتفع، لكن على العلماء أن يبينوا هذه الأسباب التي اختلف من أجلها أهل العلم ويوجهوا هذه الأقوال، لأن العامة اطلعوا على الخلاف الآن، اطلعوا على الخلاف، فلا بد أن يطلعوا على أسبابه وتوجه هذه الأقوال بما يرفع الاضطراب عندهم، بما يرفع الاضطراب عندهم. أنا ذكرت أن العلماء من طبقة شيوخنا ومن قبلهم كان العلم عندهم محدود، يعني ما اطلعوا اطلاع واسع مثل ما انتشر التعليم بهذه الطريقة والكليات والدراسات العليا وهكذا. نعم قرأوا كتبهم، وذكرت أشرت إلى أنها في الغالب قليلة لأن الطباعة محدودة وعندهم مخطوطات يعتمدون عليها، وفيهم المكثر من الكتب لكنه نادر، ما هو مثل تيسر الكتب عندنا. ثم الذين يلونهم، ثم الذين جاءوا بعد انتشار هذه الطباعة ويطبع الكتاب 10 مرات 20 مرة في 10 مجلدات أو 20 مجلد. أشرت إلى شيء ولم أجب عنه، ما الذي اختلف؟ يعني هل وضعنا أفضل من وضعهم ولا لا؟ العمل أولا، الإخلاص، نيات دخلت لما جاء التعليم النظامي، لأن صار هناك وظائف والطالب من أول ما يدخل من أول زلفة في الدرجة ينظر إلى المستقبل، وأيضا العمل. أدركنا العلماء وأدركنا منهم من لم نقرأ زيادة عما يعمل عن سفيان والفضيل في العلم والعبادة والبكاء من خشية الله والجلوس جميع الأوقات لتعليم العلم، أدركا من هذه النوعية. لكن ما الذي حصل والذي بعثني على هذا الكلام؟ أنني ختمت دورات في بلد محافظة اسمها المذنب بالقصيم، يمكن تسمعون عنها، تخرج فيها 800 طالب علم وطالبة علم يحفظون القرآن ويحفظون 18 متنا على مدى 7 سنوات. كنا هذه الكمية 800 في المذنب، كم في بريدة وعنيزة والرس، فضلا عن الرياض ومكة وجدة والبلدان الكبيرة. يعني هذا ما سمع في السابق. أننا أدركنا الشيخ ابن باز في أول ما جلس، الظاهر ما في مجال للأسئلة، أدرك أنا جلس عند الشيخ ابن باز لما انتقل إلى الرياض 1995، ما جلس عنده إلا 5 أشخاص
5 فقط، أنا خامس. استمر الوضع إلى سنة 400 صار 20. بعد 400 جاء الناس وأقبل الله عليه بوجوه الناس، صار عنده المئات، صار عنده مئات. فالحمد لله يعني العلم انتشر، طلاب العلم كثروا وحصل الخير الكثير وهم بازدياد، وصاروا يطلبون العلم بتوجيه شيوخهم على الجادة التي تعينهم على إتقان العلم وضبطه على طريقة أهل العلم في ترتيب طبقات المتعلمين وما يناسب هذه الطبقة من كتب. صار الحمد لله طريق واضح. في السابق يجلس العالم ويأتيه المتعلم سواء كان كبير أو صغير سن، ينظر إلى يجعل درس في المتون، يجعل درس في المتون، ثم يأتيه شخص يريد أن يقرأ، يقرر له الكتاب الذي يحتاجه، هو يحتاجه الشيخ لأنه يحتاج كتب ليدرسها فيدرسها. هذه والله الحمد انقطعت، وصار المنظور إلى حاجة المتعلم، حاجة المتعلم، وإذا أراد الشيخ أن يقرأ شيء يقرأه بنفسه أو يقرأ عليه في منزله وهكذا. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه جلسنا عليه 5 ثم 6 إلى أن وصلنا 20 سنة 400، وما أن توفي حتى بلغوا المئات. وقل مثل هذا عند الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين وبقية المشايخ. ذهبت إلى بلد واجتمعت بالقضاة قبل يمكن 15 سنة، فقلت لهم، بدأت برئيس المحاكم، قلت الشيخ أنا وش عندك من الدروس؟ قال والله ما عندي شيء. قلت لماذا؟ قال بدأت أول ما جيت إلى المنطقة بدرس جاءني 5 أشخاص، ثم جاء رمضان فانقطع الدرس، لما عدنا صاروا 3، جاء الحج فانقطعنا ما رجع إلا واحد. أنا أجلس الواحد؟ قلت أجلس الواحد وش المانع؟ أنت لو ما أنت محتاج للعلم، ألست بحاجة إلى العلم وللمزيد من العلم؟ لو تأتي بواحد بأجرة تدفع له دراهم ويقرأ عليك مو بكثير، وهكذا يفعلون المشايخ كلهم عندهم قراء بأجرة في وقت من الأوقات. أنت اجلس لهذا الواحد واستفد منه وخله يفيدك، والعلم ترى ما هو حكر على أحد، نستفيد من طلابنا أكثر مما يستفيدون منا. إذا عرضنا مسألة فيها كلام ومتحرب فيها القول وعرضناها على بعض الطلاب، والله نجد عندهم ما لا يوجد عندنا، لأن العلم ما هو إرث، ولا إرث نبوة، من أخذ منه أخذ بحظ وافر من هذا الإرث. أما الدعاوى وكوني أقدم منك في الطلب وكوني أعرف كذا وكذا أو عندي شهادة، كل هذا ما له قيمة. طلابنا الذين اعتنوا بالحفظ، وقد فتح الله باب الحفظ في السنوات الأخيرة، يعني الحمد لله أدركوا شيء ما لم ندركه نحن ولا شيوخنا. كنا في الحديث يحفظون 40 ثم العمدة ثم البلوغ ويقفون. ما في أحد يتصور أن سنن البيهقي تبي تحفظ أو مستدرك الحاكم، هذا ضرب من الخيال. وقد وجد الآن من يحفظ مصنف ابن أبي شيبة في 50,000، والذي يحفظ مصنف ابن أبي شيبة ما حفظ 6؟ ما يمكن. على كل حال لا يوجد، مستحيل. فالإنسان عليه أن يبذل من نفسه ويري الله من نفسه خيرا فيبشر بالخير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لكم معالي الشيخ. لعل سؤالي يعني يصلح أن يكون تابعا لسؤال الدكتور حسن،
وهو أننا نلحظ من بعض أهل العلم وطلبة العلم إذا سأله السائل طرح بين يديه خلاف العلماء وقال للسائل اختر ما شئت من هذه الأقوال، فما توجيهكم؟ ونحن نعرف يعني مسألة أن الحق عند الله واحد، فهل هذا يتعارض مع ذلك؟ وهل إيكال الاختيار للعامي هذا تصرف سليم؟ جزاكم الله خير ونفعنا بعلمكم. العامي ليست لديه أهلية النظر في النصوص والموازنة بين الأقوال من خلال الأدلة، فطرح الخلاف عليه حيرة له، حيرة، حيره ماذا يصنع؟ هل يرد ذلك إلى اختياره وتشهيه؟ هذا لا يجوز بحال، العبرة بالدليل. قد يكون هذا سائغ إذا كان السائل من طلاب العلم المدركين الذين يعرفون أن يوازنوا بين الأقوال ويرجح بينها. بعضهم قال ولو بالنظر لاختلاف القائلين، يعني يجيك طالب علم وأنت ما عندك قول فصل في هذه المسألة وعندك أقوال لأهل العلم، فتذكر له قول الشيخ ابن باز ولا قول ابن عثيمين وفلان وفلان، طالب العلم يدرك أنهم يتفاوتون فيرجح باعتبار القائلين إذا لم يستطع الترجيح باعتبار القول نفسه أو دليله. على كل حال العامي لا يجوز أن يحير بهذه الطريقة، وهذا حقيقة تضييع له، ورده إلى أن يتتبع الرخص، رده إلى أن يتتبع الرخص أو يتشدد ويأخذ بأشد الأقوال ولو كان مرجوحا. ودين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، والعبرة بالدليل والمرد إليه. طيب شيخنا نفع الله بكم، شيخنا استكمالا للسؤالين يعني الذي طرحا، يعني بعض الأحيان يأتي العامي ويسأل ويطلب جوابا لمذهب معين، وأنا على يقين أن المذهب هذا قوله مرجوح، ولكن لا يريد إلا هذا المذهب، فيقول ماذا قال الإمام فلان في هذه المسألة، فأقول يعني اتبع الدليل ويقول ماذا قال الإمام فلان بهذه المسألة. هو يسألك عن قول فلان، أجبه عن قول فلان، هو يسأل عن قول فلان، هذه حاجته، هذه حاجته قول، لا سيما إذا كان هذا المذهب هو المعتمد في بلده، هو المعتمد في بلده، فأهل المغرب يتبعون الإمام مالك ويريدون قول الإمام مالك وما عند المالكية، لئلا يحصل عنده اضطراب إذا ذهب في بلده ويحصل تشويش. ولذلك نوصي طلاب العلم إذا جاءوا إلى هذه البلدان وأرادوا أن يتفقهوا أن لا يختلفوا عن مذاهب بلدانهم في الطلب، فيقرأ متن على مذهب المالكية ويعنى بشروحه والاستدلال لمسائله، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية ينظر في هذه المسائل وأدلتها ويوازن بينها وبين أقوال الأئمة الآخرين بأدلتها، وبعد ذلك يتكون لديه الملكة الفقهية. لأنه حصل من بعض الطلاب في شرق آسيا، الشرق أكثرهم حنفية، صاروا يدرسون عندنا المذهب الحنبلي أو ما يدرسوا في الكليات، إذا ذهبوا حصل بينهم وبين أقوامهم وأحيانا تحصل قطيعة رحم بين الوالد وولده. وأهل العلم يقولون أحيانا يحتاج إلى القول المرجوح إذا ترجحت المصلحة، فإذا كان يترتب على هذا قطيعة رحم بين ولد ووالده، هذا لا شك أن مثل هذا مغتفر. والطالب في هذه المنزلة، في هذه المنزلة سيما منزلة الطلب وأثناء الطلب، حكمه حكم العامي، تبرأ ذمته بتقليد من تبرأ الذمة بتقليده كإمامه المتبوع، والله أعلم. عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع حجتها واعتمرت بعد حجها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. وفي هذا دليل لمن يقول لا مانع من تكرار العمرة
لا شك لا, لا سيما الذين لا يتسنى لهم التردد على البيت مثل هؤلاء, أو أراد أن يحج عن أبيه أو عن أمه, الجمهور على جوازه ما في إشكال إن شاء الله. لكن تبقى الموازنة بين الفضائل, إذا كان يترتب على الذهاب إلى الحل والإحرام والعمرة وتحتاج إلى 3 ساعات مثلا, وفي هذه 3 ساعات يطوف أسابيع ويقرأ أجزاء من القرآن ويذكر الله كثيرا, يوازن بين هل هذا أفضل أو ذاك. لا شك أن المسألة موازنة ومفاضلة بين هذه الأعمال. فرق بين من إذا ترك العمرة لزم البيت وقرأ القرآن وطاف وأرشد الجاهل وكذا وأعان الناس على حوائجهم, وبين من يذهب إلى استراحة ويجلس مع أقرانه قيل وقال, هذا في المباح فما الظن بمن يزاول الحرام. والله المستعان. الأصل اتصال الصفوف, تراص الصفوف واعتدال الصفوف والقرب من الإمام, الصف الأول فالأول, لكن المشقة تجلب التيسير. في المسجد الحرام قد يتعذر ذلك, قد يتعذر, لكن يحرص على أن يحقق الهدف وما أمر به بقدر استطاعته. أما ما كان خارج سور البيت, كان خارج سور البيت والبيت فيه مجال, المسجد فيه مجال لأن يصلي داخله, فالأمر ليس بالسهل. ما كان خارجه من غير حاجة لا يؤدي الغرض الشرعي, وما كان من بنايات مستقلة إذا لم تصل إليها الصفوف فليس مع الجماعة. والتنظير أحيانا يختلف عن التطبيق في بعض الظروف, نقول هذا الكلام, وأحيانا نضطر, ما هي بضرورة بالمعنى الشرعي, نحتاج حاجة ولو كان ولو خفت أن نصلي في السكن إذا كان مطلا على الكعبة وترى المصلين. الإمام لن ترى لك, ترى المصلين من يرى الإمام. فأحيانا يكون يعني لو ذهبت إلى الحرم فاتتك الجماعة, إذا فاتتك الجماعة يترتب عليه قد تفوتك الجنائز وهكذا. على كل حال المشقة, الأصل أن المشقة تجلب التيسير, ولكن قد تقرر القاعدة ويكون لها ظروف تخصصها. الشيخ حسن الله عليك, بالنسبة إذا كان من أركان الحج وتركه وبعد يعني 5 سنوات أو 6 سنوات يسأل عن الركن هذا وقد أدى حجة أخرى, مثلا ترك السعي مثلا وترك طواف الإفاضة نسيانا, ثم يعني علم بعد 5 سنوات وست سنوات وقد أدى الحج, فما توجيه فضيلتكم؟ يعني حج بعد حج الأول؟ أي نعم شيخ, ولكن يبقى الركن دينا في ذمته يؤديه إذا استطاع, يبقى الركن دينا في ذمته حتى لو انتهى. لأن الطواف والسعي مثلا, الطواف والسعي لا لم توقت بوقت, ليس لها وقت. شيخنا نفع الله بكم بارك الله فيكم, في مثل المسائل التي طرحها الإخوة في تكرار العمرة, إذا ظهر للجهة المشرفة على التوجيه والإرشاد والإفتاء في الحرام في المسجد الحرام مفسدة اختلاف المشايخ في هذه المسألة, وهي مسألة خلاف مثلا, فهل يسع الجهة المشرفة إلزام المفتين والموجهين بأن يلتزموا قولا واحدا درءا لهذه المفسدة يا شيخ بارك الله فيكم؟ والله إذا رأى الإمام المصلحة وترتب على خلافها مفسدة كبرى, لا شك أن المصلحة تقتضي. وكون بعض الناس يمنع مما يريد للنظر إلى عموم الناس هذا ما في إشكال, هذا أمر مقرر في الشرع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم وبعلمكم.
هل على من اختار قول من يقول إن الطواف لا يشترط له الطهارة خصوصا في أوقات الزحام في رمضان والحج، فإن بعض كبار السن قد ينتقض وضوءه ويصعب عليه الخروج للتجديد مثلا، هل هناك ما توجيهكم في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ الجمهور على أن الطهارة للطواف شرط لصحته وليس محدد بوقت معين، ويلتزم هذا الشرط ويؤمر بإعادة الطهارة ويطوف إذا ارتاح وتلين، مدام كبير السن يحتاج إلى راحة لا مانع من ذلك، مثل ما يقال في طواف الحائض، المشقة عظيمة في كونها تبقى إلى أن تطهر ولها رفقة من بلدان بعيدة وراءهم حجوزات وراءهم، يترتب على ذلك أمور كبيرة، ولذا رأى شيخ الإسلام أنها تتحفظ تطوف ولا تحبس الرفقة، لكن من مثل شيخ الإسلام يقول أن الحائض لا تحبس الرفقة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي، أنا لا أستطيع أن أقول أنها لا تحبس الرفقة أبدا، وإن قاله شيخ الإسلام، شيخ الإسلام إمام وله اطلاع واسع على نصوص الشريعة وقواعدها ويأوي إلى علم، فله ما تولى، أما نحن لا نستطيع أن نقول ذلك. كل مثل هذا في بقية المسائل التي هي من باب الأركان وباب الشروط لا يستطيع الإنسان يتجاوزها لمجرد ضرورة أو شيء من ذلك، وأمرها فيه سعة. المسألة فيها لأهل العلم ثلاثة أقوال، ونبي نخيركم عاد. سعيد بن المسيب يقول من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، وسعيد بن جبير يقول من تجاوز الميقات فلا حج له. الجمهور توسطوا وقالوا من تجاوز الميقات ترك واجب فعليه دم، ولعل هذا القول هو أوسط الأقوال وأعدلها، أما من قال لا حج له في حد بيفتي بهذا؟ وكونه لا شيء عليه والنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت وأحرم مما عومه على طريقه، ولا يمكن أحد يقول ما عليه شيء مثل سعيد بن سيب رضي الله عن الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ولعله يتيسر لقاء يصير ما ورانا شيء ونسمع منكم ونستفيد منكم، لكن قدر الله أنه بعد درس وبعد موعد. والله أني محرج، أني محرج أن أختم وفي أنفسكم ولدينا أسئلة وأشياء، لكن أعذرونا جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد.